وحشتوني جدا جدا. الفيديو النهاردة مميز جدا عن مكنة سينجر برازيلي. كل الجمهور من 4 سنين بيحب المكنة دي، يعني بقالنا 4 سنين اهو داخلين على 5. طبعا انا بشكر كل الداعمين ليا وكل الناس اللي بتدعمني، بالاخص اهل الصعيد هم تاج على راسي، وبرده كل كرة الفلاحين، مفيش حد الحمد لله مش مشترك في قناتنا وبيتعامل معانا. انا بس حبيت كده اوريكم الحاله. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين انا مقصر معاكم في فيديوهات شويه، واسف لو في صوت ازعاج. بس انتوا كنتوا عارفين انا كنت تعبان الفتره اللي فاتت، والحمد لله بدات اتعافى وبتوحشوني والله العظيم. وانتوا اهلي وانتوا اهم حاجه عندي. المكنه دي فيها موتور ياباني، واي دي كي ياباني اصلي. المكنه بصوا الحاله جديده، يعني هي جديده ما شاء الله زي ما احنا شايفين اهو. شايفين يا جماعه الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. وفي نبذه هنا عن مكنه جوكي، دي جوكي اصلي، فيها ضمان معمول عليها عرض، ورجل بتاع بره مش مصري. ومكاننا معروف في مصر كلها ان احنا في 14 رواية خلف مول صدناوي. رقم الواتس على الشاشة اهو، وكتبتولي انتوا احنا عايزين يا ابو سليمان، عايزين يا ابو سليمان فيديوهات وانت شغال على المكان. انا بعتذر عشان انا عندي مشكلة في ايدي، وان شاء الله تتحل. وبعد كده انا هقعد اجرب لكم مكنة في المعرض كله، وانا ما عنديش اهم منكم واغلى منكم في الدنيا. فصاحبة الريفيو والفلوك بتاع النهاردة مكنة سنجل برازيلي، خياطة وزجزاج وتطريز وعراوي واوفر، تركيب زرار، تركيب سوستة، تركب استك، اي حاجة بقى في خيالكم بيركب لها ابرتين. بصوا العيار لسه جديد، المكنة مش متهانة ما شاء الله يعني. فاللي عايز المكنة دي رقم الواتس معاكم، واستنوني الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله.